الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. حين لقينا كتابك الفتوى الحموية خاصة وحين كتشري هذا الحارث المحاسبي رحمه الله، وحوك هذا بابك صفاتك أيو سيجار وقهذي، وحانو الشيقي لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتج بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. وحتى الماما يا قليها مركة أهل البدعة أما أهل الضلال كقاركود إني مركة لفظي أهان السقيان هدنا أي نفينيان يعني. وصفتي أنت السقان أي هدنا أي نفينيان يعني. مركة وحي كل عين تناقض إثباتك مركة رأي السقان وحو ترمى السبر هذه النفي كدبكيين أو صفتي أي مركة النفيين وحي نغني سباب التناقض وحنا كمان فعي سمركة روا السقين وحي كدق أنت إني مركة روا السقين بقى وهي هذا الكود يدن بأي بري هذا الكود يدن بأي بري وحنا يدورني آيات كقار كودين الدريشدان ويدريشدان فهم كود قلدنا يفهمين طيبنا يلاهدين لا كالشيء في الشيء أهروح كويري يعني وحي السجين بي مركة ورين نفيين مركة وحي دون يان صفاتك أي السجين مركة دمنا إنا يلاهدان ربي أمصغنا تشبيها إلا النفينا يشاكي كمتشرو ليس كمثله شيء لكن وحي دون يان تشبيه إنا يقود قريان وحن مركة تشبيه سجري عبارات كقار كود وظاهر كود وناكسن يهي مركا يلهدان نمعاني كري وقتشهدان أو مركا أي مقصود كود يهي ما تيو يلي علي بن أبي طالب لقشهقين ويلي كلمة حق أريد بها باطلون في بعض الأحيان وحي استعماليان ألفاظ ظاهر كود ويقي يهي إنو مركا حق يهي أما اللفظي يعني حقا باستعماليان في بعض الأحيان يذو مراد كود ويهي معنى باطل إني مركا وقتشهدان وقصديان ويهي. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا. أبو عبد الله الحارث المحاسبي وإياني وحو يلي رحمه الله مركوا الله يلي حتى نعلم المجاهدين منكم وسيرى الله إنا معكم مستمعون آيات كاسي صفات سودرين يمعنيه ذو ماءها وحنو الله أغين ودبك أغان ينا ماءها فإنما معناه معنى سوحة هذا يقول حتى يكون الموجود إلى وكحصل يوحد شراء وحد شراء وحد شراء إلى إكن غنيان أشياء ذو حسيء أجا يجان شرين ومعدوم أيو أجا إني شري دونان مركا حتى نعلم إلى شيء سيء أجا إلى موجود كن غنا أيو ربك أجا نيا مركا إنه شرو مركي ورنا وحوجا إنه مركا أنو شرين لكن شري دون وحوجا بأنه سيوجد لكن مركا معدوم يه ساس سيء أجا وسيء قري وسيق دري مركز ذنب شيء النقض متشرنا وحمر كان أوجي هاي إنه موجود يهاي إنه موجود يهو أوجي مركز تعلق علم إلى هاي سو قط تعلق يا كلا دون مرنا وحوق تعلق يا بأنه سيوجد إنه تشري دون لكن هدا أنه تشرين مرنا وحوق تعلق يا إنه مركز تشر فعلا مركز حتى يكون الموجود إلى وكحصل يه ولا جهل يه الموجود شيء تشر إلى وتشريه إلى وكتشريه فيعلمه مركز الله وحوقي هاي موجودا إنه متشري هاي بكو أجي هاي مركي وراني إنه معدوم هاي لكن شري دونه سيوكا ويسمعه مسموعا حون مغلايا مسموعا حاله يهي مثل مغلايا أو عدي هاي ويبصره أركيا مبصرا وأركيا شيقا حاله يهي مثل أركيا يعني من موجود لشيء معدوم لما أركيا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر معناه ذماها إن علم لسدر سينا وربي علم سوكر رصنا يماها أما مقال أسود الرسينا أيو مقال أن مركب ورخوسي فيسنا كوسي فيسنانا أيو ماءها أما بصر أسود الرسينا أيو وأرق مركب ورق أن كوسي فيسنين وكوسي فيسنانا أيو ماءها لكن أشياء ذا وكو تعلقها أيو علمك يسمعك يبصرك يعني إن الشيء ذا ما الشيء يسو إن مركب ذات ذا بصرك يسمعك وإن أسود الرسينا ذات ذا علمك علمك إلهي وقديم وصفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها ربي قورو كمرنا علمك المتشري قروا علمي جسو ناقصها مترين مروا بعلمي جسو وحاها مت كاملة وحول بأق وحول بأق الله كوقي هيا أيوها بصرك إيا الصمعقنا وصفات ذاتية الله أصقنا ذي مروا الباء الله أكسف يصنا بصر إيا الصمعي واختي أيو صكر لي مترت بصر إيا الصمعي مبصراتك وحل أركا يا وحل مغلا يا كتع اللقا يا إني سودر يا شيق ميسو صفات إلهي إني سودر إن صفات إلهي قديمتها هنا لازم سلم يسو إنه حوي متعلق يدو إنه قديم يعني تذكر هذا المس
لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى وإذا أردنا فضلك الله يلمي وإذا أردنا أي إذا جاء وقت كون المراد فيه أردنا وحلوت شيدا مركو يمادو كالدون أيو تشريتان كيس وقت كيس أو يمادو فيه قذيه سأو تشير أيو أو متشير نقون أيو مركو حتى الماما أيا مرادك لدونا أيا وقت كيس مركا إيمان أيو صفة إرادة ذا إلا هيوه كصفة سنة وصفة قديمة لكن تعلق أشياء ذا يكون تعلق أيسو يعني سيدا علماء أي تحريريين ده شيئا فشيئا بو الله وحدونا تسوى تعلقات كأرين كصفص لكن صفة وصفة قديمة بلا ابتداء يعني وحوية صفة إلهي وصفة قديمة صفات كقار كتب علماء وحي الهدان لو اعتبار بإلى ذهي وباعتبار وصفة ذاتية باعتبار آخر وصفة فعلية الصلاهان إنه الله كصفة إسنا مركا لقائق أي وصفة ذاتية ووقت إنه كمرنا هذا مدعي كرته مروالبا وكصفة إسنا مركا لقائق متعلقات كيدو شيئا فشيئا إنه أسود درينا يعني مركا لقائق أنا اعتبار كاسنا وصفة فعلية أو حوية يعني هديتها كلامك هديتها وحوية أبو رستا والله وح أبوره والله باعتبار بيلي يا صفات كلابا إنه الله وح أبوره يينو الله هضله وصفة ذاتية ذاتها ووصفة إسنا مرنا كما مرنين اعتبار كلامك لقائق يعني شيئا فشيئا أيو الله الدوني إنه هضله مربى هضل أيوكو هضليا هضل كدون أيوكو هضليا يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء أطي بعض السلف أي لهدين إلى هاي وحو هضلا مركو دونو وحو دونو كو هضلا أفكو دونو أيوكو هضلا موضوع دونو كو هضلا سدو دونو هضلا مركا كلامك إلى هاي وحو كحرين هي مشيئة مشيئة سكحرين أبو رسل وصاصل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مركا وحو يلي إذا جاء وقت كون المراد مركا علماء ليهين كلامك وكلا صفات كلمتك أمرك أرنا إياني حقها كلام إذا لبدا اعتبار وحوية وقديم النوع حادث الأحاد مرادك كوضا واساس يعني وحوية نوعها وأهري لكن أحادهان في أفرادهان شيئا بعض الشيء بأسود الرنين شيئا بعض الشيء وهذا الآن وهرأ وهضلين أيها الله مركو دونك وهضليا وهكذا وإن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا آياتك أيو سردي محبا فصلنا ومدى حيسين آياتك أصدى الله يلي على العرش استوى إيو وهو القاهر فوق عباده إيو أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض يا آياتك لا الله يلي إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فهذا وغيره مثل قوله يعني مذكرك على صوشه وآياتك أهي يو غيره قارك رأينا الشيقين بأ مثل قوله علم ديهاي هذا الفيس الله يلي تعرج الملائكة والروح إليه بمعنى وحي تلمميا علوك إلهي يكون رينت إلهي أي آياتك تلمميا وحي لم ديهين آيات الله يلي تعرج الملائكة ملائكة كريسة والروح روح ملك الجبريل أبا كرية إليه أي إلى الله حق الله بأي كريان ضميرك هذا وحن قنا يا الله إليه أي إلى الله حق الله أي كريان أو كرن قنا يا آياتك لا الله يلي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه أي إلى الله حق الله بو يصعد أكري الكلم الطيب كلمة ذهى وناكسني والعمل الصالح عملك وناكسنا يرفعه أي يرفع الكلم الطيب عملك وناكسني وحكري لي كلمة ذهى وناكسن بكري لي أما يرفعه يرفعه الله الله بكري لي ودور تفسير باكسوغا هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش كان وامد مركا هذا كقدم بيكجو أنا بمعنى جار كيس كلام مفيد وآه كتابك وكسر نقلية وحكسر قن ومقطع أما مقطع وامد لججو يي مقطع هذه لها مقطع أنا وحين غريسا وهذا الجار يسروح ران وجار كيس يعني أن أنت كقدم بيسا سجار وتعلقين فقرة جاروي هذه مقطع لي هذا مقطع هذه لها ومعنى مقطع وكلام كلام النغريسا نوع تعديه وحكسر قن ولججو يي وحكقدم بيا بمعنى جارك اسمه فيديه هذا منقطع كان جارب أقعيه يحلوت شيء ذا وكلام مفيدة وانت كذب بيساء كنت علقة إنه معنيه سكوح الناي ويوجب أنه فوق العرش أو واجبين أيه كان صنيع إنه الله عرشه ككور رأيه فوق الأشياء كلها أشياء ذنك ككور رأيه لما أنت منزه عن الدخول في خلقه كان زهان وكدر إنه خلقه جيس وجد قرنا كان زهان وكدر الله وكهو فيه وكدري لا يخفى عليه منهم خافية
لا يخفى عليه أي على الله، الله كما قرسومه منهم خافية شيء قرسومه وخلقي حقي سكاء هذه كما قرسوميس، لا يخفى عليه الله كما قرسومه منهم حال خافية صوص عطاء منهم كائنة منهم يقع حقه ذكاء هاتي خلائق ذا خافية من قرسون كما قرسوميس، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عبادي، أي الله وحو عدي في هذه الآيات آيذهم قده وحكو عدي أن ذاته بنفسه إن ذات ديس بنفسه يعني مركا ذات أهانتي سفوق عبادي الدومدي سكر كودا إنه مركا كسغي هو الله ذات ديس سكر سغي، لأنه قال أأمنتم من في السماء، ويا الله وحو إلى أأمنتم يا كأمن نغتين من في السماء عد مركا وحوية كسغان حق سر كسغان يا كأمن نغتين، أما من في السماء أي من على السماء عد جنسك السماء كسر رئيسا يا كأمن نغتين وحلوك إذا الله في ذا وحي نشاقني سمره ذا بأن صار شاقني من لبوتي قسمي وشي وحوهي يعني إن في ذا باب كيدي اللو دايو السماء اللو قد في العلو وحلو وحي نقصر ريا مركا لهوا السماء يا وقد يسمى سماء كل مرتفعين والسقف كقولوا سماء مركا انت مخلوقات كسوق قشن اي نقصر ريسا يا انت كسيس الريسا فوق العالم كل قد حي سقريا على هذا السماء بيسقري وحلو قد في العلو اي اللو قد ده في العلو ينكم وضع السقنية علو فوق العالم أي كسوي مركا في ذا مركا وحلو الدنيا باب كيدي أي في العلو واتشك الله بادو حويا وإلا إذا في ذا وحيطا بمعنى على سمادنا وحلقات المامية تنسيق السماوات مركا قاركا يتضبط كوكوبا وهكذا هذه الذي مركز الوحي كوريسي عرشيقنا إنو كسي سري أما اللي إذا هذا السمادة أي مركا هدى إطلاقهان عميم إيسا وتضبط السمو إيا وحا مخلوقاتك كسري يبا يعني مركا إسوكري أأمنتم يا كامل نغة من في السماء أي من على السماء تنسيق السماء ككر أيها الله أي فوق العرش عرش كركيس هذا يا كامل نغتين والعرش فوق السماء عرش يقول السماء ذا وكسر هي. لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء وقد قال مثل ذلك، لأن من قد كان محايا ريكي هذا فوق كل شيء شيء كستا كركيس هذا على السماء السماء ذكر كذا أهذي ها في السماء يعني في السماء بكسوي يعني كشيء والبك كرية السماوات كنا كرية في السماء والأرض كرا معناه أساس وشيء ذا وفي ذا نقول يسبى معنى على وقد قال مثل ذلك صاصو كلا واكيلي قال فصيحوا في الأرض يعني أرلاذ كر كذا صعدا لو جمتشي إذا أرلاذ جودي هذا قالوا دحورا يا تأرلاذ جودا قشان دحورا لو جمتشي سحبال أما السيدة مركا وحوية بهالها هو سيئة ودلوكا قرأ يا قدرتك كسا ما يستا مرادك سامة إيه وحلوتشي ذا يعني على الأرض أرلاذ كوركي ذا مرأ إيا اللوتشي ذا الصعدة لا يريد الدخول في جوفها ما الدونين أوغمتشي ذا جريتانك أرلاذ أوغمتشي ذا جريتانك أرلاذ قده ذا لقلي أيه الله دحور أيه مرادك ماهين وكذلك قوله ولا أصلبنكم في جذع النخل ها زيادة إذن كدرين نسخة قارب أغري هستي يقول الشيء وحورنا يا نسخة قاركود وحيكرين يا زيادة في جيم نسخة جيم وحكسون يا زيادة وكذلك قوله يتيهون في الأرض صاصو كروا هذا الكيس الله يلي يتيهون وحي ورر الصنايين قرد الهلب إسرائيل في الأرض أي على الأرض أرلذ كركيه يعني على الأرض وفي ذي بمعنى على الوجه لا يريد الدخول في جوفها أرلذ قده هذا إنه قليين وقمتشين يعني مواضع بعضهم بيصاصو كرسار رصي صن وحد يشيق يانا والله ميت وكذلك قوله ولا أصلبنكم في جذع النخل هذا الكو الله يلبى مركا يسقنا نوعا سكراء وحكاية عن فرعون وكيله إنه فرعون مركو أهان شبيي نمك مؤمنين تهاي الصحراء أهان شري واجه ولا الصحراء أهان شري لكن مؤمنين نقضي وحكول ولا أصلبنكم إذا كود الدلاء وإذا كود لساء في جذع النخل أي على جذع النخل يتمر هذا شريده هذا كركه هذا إذا كود لساء يعني فوقها عليها وحوجتش يدي كرك هذا أيوة شيء وجمتش يدين تريدها قالت مرادي هذا إنه جذوه هذا جرين أيوة مرادكم ما هاي لكنه كرك هذا كده الدلا أيوة أي مرادكها وحلم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا أن حريص من في الأرض وحلوتش إذا وح أرلاذ جذه إذا كنت شراء بعلاه وصاؤنا حريص لمرادكم يا ما يا ومن على الأرض
عد أرضا كركي هذا كصغان ونحرس بني آدم كم يديهاي وحوله كم يديهين وحيوانات كم مركب وحيوان أي كم يديهين أنا مركب مؤذي جاهين يا هو مركب ضالين كوحدي لا يا يجا مركب وحاء الصناع إلا الله يا إلا الله يا صناع خمس يقتلنا في الحل والحرم في الحل والحرم تصاوذ علماء وحي لأن كل مؤذن وحوم مركب نقول يا قتلوا صنة مؤذن بطبعه شيء والبوا لقيا بهدي لقدر الرئيس طعين وواحد به لكن وحلقها الله يا شيء كستو مؤذي طبع أهنتي سوا وإسكي وحدي بيا يضن عدله وحق يسن طبعه يسوي هاي وواحد به إنه وح قنينه إنه وح لايو يعني كاسي وحنا غنا يا حرم مره في كل كبد رطبة صدقة مرك ارحموا من في الأرض أي من على الأرض يرحمكم من في السماء أما الله ضبط يصدق لا يرحمكم من في السماء يعني هداونا حريصتان عدة أرلاظة كركي ذا كسوغان وحايدين حريصنا يمن على السماء في السماء وحلوغتش ذا بمعنى على يعني في ذا حديث كرحي كسارة لبقور لبضا موضيع بوحلوغتش ذا بمعنى على أي اللوغتش أحيانا غرائب كوحا كم ذهر وأشيقنا في الأيا تاويلات في الدين والقارين إلا إلى هذا في السماء وحلوغتش ذا مشرك العرب وحي أهاي مشبهة مركا وحلوغ الخطاب يا سيدة يبقوا قبيل على زعمك هذا تفاصيل تقاركود وجه النوع سقار بس نغري أأمنتم من في السماء مرك يفسر أيان أوجهك لأنت الشيغان بيكون داني وجه قانا سيدا وحوي البحر المحيط لأبي حيان وغيري يو غيره بأ يعني واشيغان وقال أأمنتم من في السماء وقال الله يري أأمنتم من في السماء أي يري أي من على السماء ثم فصل دينه وسعدي وفقال وحو يري أن يخصف بكم الأرض إنه أرلاذ إذن لقوا يوم يكامل نغتين ولم يصل ما وصل لنن وبمعنى يعني كما عطف فلم يكون لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء من نغن لذلك تاس من نغن معنى يعني معنى مركا وحيو من نغن إذ فصل مركا كعدي بقوله أراهدي ساء من في السماء يعني وحوش إذا من في السماء لقمت الماما يعذابك إلهي وأن يخصف بكم الأرض يعني وحوي يا هل كان وحي كالتهاي لبا أرين بيكالته لبا جملي كالته هذا الكهري وهذا المركز مركز سيديسا يعني لو فهم أيو الله قرني يعني الله ميا كامل نغتين إنه إذن عذابه مركز عدة في السماء هنا والله والله مركز معنيه سميد مركز تندم بأون كحرية هاي أو بمعنى أن سكال الله قرنين ما السيسا مركز كلام مفيد أوي يا كامل نغتي أن يخصف بكم الأرض ولم يصل يعني مركا الله محرر لنا قار كيسو هذا المفيدة وأها هذا المفيدة انتهى رؤها فلم يكن لذلك معنى يعني كاسي معنى مركا وما أهان إذ فصل مركو قوي بقوله هذا الكيسي وكو قوي في السماء وهلكو كعبري منقطع وكلا بمعنى كلام قار كيسي مفيد وأها ثم استأنف دهنا بالوضي التخويف عبسي قرينتا بالخصف وكو عبسي قرينة عيد القوينتا معنيه سما أهان إلا أنه على عرشه إنه الله عرشك سككر ريم ويانا وحكا لمعني سماهان فوق السماء شنسك السمانة وكسر ريم ويانا شيك لمعني سماهان بمعنى وحليه هذا الكون هو رأي الله هو الشيغي هذا الكون هو رأي معنيه السمركي والشيغي يعني قاربو انت والشيغي كلام مفيد أه ومعنيه سكان كالكب حسين يهي وأين اسكم معنى أين يهين قاربو مركا أقوي قاربو أفصلي يعني وحوي طبعا مركا وحوي هذا الكروسي يعني مركا أيو الشاغي وأن يخصف بكم الأرض أن يخصف بكم الأرض يا أمنتم من في السماء يعني اسكم معنى ما يعني لما معناها أمنتم من خصفه بكم الأرض قوينتي سلوك إذن لقوين أيو مياك أمن نغتين ومعنى واحد أي نغتين وكان لا معنى معناها الروح الشاغي يعلو الله كريه معناها الدم روح تلماما يا تخويف الله عبسي قرين أيو أو عذاب كيسة كعب سجرنا. مرك معنيه سمن نغن. مركو هذا الكاس تخويف كعب سجرين تاء. ومرك أخير يعني كاني أو بلوضي إنه الله مرك السماوات ككوري وعرش ككوري ميانا وحكل ماهن. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبر الله هو ما مليا الأمر أمر كأيوم ما مليا من السماء عرك يكسو ما مليا إلى الأرض حجرك يوصل ما مليا. ثم يعرج ذنه وكريا إليه أي الله حق الله بأكري حق الله بأمرك أكري وقال الله وحوله تعرج الملائكة والروح إليه تعرج وكريسا
الملائكة ملائكة والروح روح أو ملك الجبريل إليه أي الله حق الله أي مركة أكرية يعني ضميرك هذا وحون غنية الله بون غنية. فبين عروج الأمر وهو عديي أمر كوين كرية أي عديي وعروج الملائكة يا ملائكة كرية أي عديي ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه انت هذا بديد وحو الشيغي وصفيي وقت يكريتان كود أشياء داسي كريان بالارتفاع أي كريان وقص فيه بالارتفاع يعني كرنغشو ساعدة إليه حال حق الله أكريس يعني بالارتفاع وحي قطع اللغضاء وصفا وقص فيه بالارتفاع كرنغشو ساعدة حال مركة كريس إليه إلى الله حق الله أكريس فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة وحي كريان مرائكته في يوم مارين قديه إذا كان مقداره قدر كيسو هذه 50,000 سنة كنت أكون الصنع وقدر كيسو هذه فقال صعودها إليه وحو الشيخ هذا المعنى سيهي كوريتان كأي كوريان مرائكتو وحي أهاتي إليه أي لله حق الله أي هذا حق الله بكوري وفصله من قوله إليه وحو مركا كو تفصيلي هذا الكيس مركا أويلي إليه مركا أويلي أي كو تفصيلي فقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم سيدا كيلا هذا الكيس أويلي اصعد كر إلى فلان هبل انت كهاتي أكر في ليلة هبين قده أكر أو يوم أما مارين قده أكر أنا وحين قانا إساء عد لو كريو إن اتهاي عد مركا قار لو الشيغي اللي حددي إلى فلان مركا لي عربي أهم بدون يا مسألة إنه مركا هرى كوتش العين وذلك أنه في العلو كاسنا وحوا هذي إنه مركا حق كرين وكسوغيها عدة لليها أكر إلا وين أكر نساء لكن عدة كرين لما يلا هذا أكر لما يلا هذا أكر وكما دام والله نوشي تعرج الملائكة والروح إليه يثم يعرج إليه وهي عضين أيان كرين تالله كرين أي عضينين فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله تعالى حق عرش أكران حق الله بأكرين وإن كانوا لم يروه هباء هذا قاران أركنه لكن حق الله وأكرين ولم يساووه في الارتفاع يعني كرسي من بحق كرينتا في علوه كرينتي سأل الله كرينتا يعني كرسي من بي حق الله وأكرين فإنهم سعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو ويوحيك كرين أرلضا وعرجوا بالأمر أمر كنوي لكرين إلى العلو حق السراء يلكرين قال الله تعالى بل رفعه الله إليه عن أمور هي تدبيرك يعني يتشوابت علينا يان بحق الله ولكريا أعماشي أدومد كمديهين أرواح ذي كمدتهي وهكذا أي كمديهين هاتي دي حديثك الشيغي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل أرواح ذي أرواح ذي مؤمنين تو إن حق الله ولكريا أيضا الله ينو الشيغي مركا وحسوقر يان أمرك قال الله تعالى بل رفعه الله إليه الله هو قاضي يعني عيسى بن مريم إلهي حق سأكر يالي إلهي إلى الله ولم يقل عنده أكتي سمارا إليه بوي إليه نوح الشيغيس انتهاء الغاية ساسي الشيغيس وبمعنى عنده أدل أوران لها ربما أدل أوران لها عندي هذا وحلقات الماما يا عندي هذا مكان حق الرتبة دي الدرجة دا. يا يضو عندي هذا وداء إلى ذهي يعني عندي قرب أه والله مركا أكتي سأني تهي أدو ذهي وأشياء ذي نوكال دويهين مركا لقاقاته يعني لكن معناها كان دور الله استعماله حق الرتبة دي درجته يا مركا ما دام يعني معناها كلا يقبل كرتون معناها كلا يدعين لول حيا دعكرت مركا بر رفعه الله إليه الله بكر يا عيسى وصرعه قاضي حقي سان وصرعه قاضي وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فرعون وحر يا هامان هامان ابن لي صرحا يعني وحدي لستاقوري مركا وين يدس وفي اللقاء لعل أبلغ الأسباب عن رجينا يا أسبابتين أنقاران رجينا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى عن رجينا يا إن أنقار وكبدلو أسباب السماوات عرارك أسبابته ده يا طريق هذا مركا لغا كورا السمادة فأطلع دينا أنصر له ذو صاركو إلى إله موسى ساس أيان مركا رجينا ثم استأنف الكلام دينا هذا الكأيوب لو ذو فقال وحي لي وإني لأظنه كاذبا وإني أنقو لا أظنه وحن أمرين يا كاذبا من بين شيء يا إنو يهي أيان أمرين يا أي فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات
يعني بين كل شيء يعني مالنا يا هذا كويلي ويقول يلي إله يسوع عرارك أيوكا كرية عرارك أيوكا كرية سيدا إنه كل بين شيء يعني كذا بهين أنا ذا بهين وكل بين شيء يعني مالنا يا بولي. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال. الله وحد سجى حمان كان نزهاني أن فرعون إن فرعون ظن بموسى موسى كم ملايي أنه كاذب فيما قال إنه كب بين شيقي هذا الكل شيقي وعمد لطلبه عمد ما هو عمد أصلا ينضب ديسمبر الصحة عمد وعمد يعمد وكقصد يقصد وزنا ومعنى قصد يقصد بين لم يتلاقي حق وزن أي حق معناها مدولبا وعمد لطلبه وعمد وحو قصد لطلبه الدونيسي سودونا أيو يعني إله موسى أيو قصد من الدونا أيو حيث قاله قرت خيري مع الظن بموسى أنه كاذب يظل لقب موسى إنه كم علينا أيو إنه بين شيء أيو مركو سدا خيري أو خيري مركا حيث قاله قرت هذا الكائن صوشك نيري مع الظن بموسى أنه كاذب عن يعني ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب أيولي موسى وحكم علينا يا إنه بين شيء وحليه وإني لا أظنه كاذبا ولو أن موسى قال هذا موسى كأرن لها إنه في كل مكان بذاته الله مال والبواكو سغن يهي وذاته أنت يسوق سغن يهي لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه وحكدون لها يعني وحرن لها أرلا كبار بارية إنه قرق سكأيه وكباره يعني شرك سكباره يعني سوري سكباره يعني بنانا كباره أيضا كباره فتعالى الله عن ذلك الله وكان زهان يهي أرنكاس ولم يجد نفسه ببنيان الصرح نفتسك مكلفين أو كمردبين إنه قري دير لسه كمكلفين واحد عزيزي يقول لها متكلمين تو إنه يلهدان النبي موسى فرعون كمارن إلهي قواك الرئيان فرعون السقى صدر مقاطي ساساودي عدة الهداء الله واك الرئيان عرشك وكاك الرئيان اعتقادك سوى اعتقادك فرعون بعض بسائل يكو هذا هذا مع ذلك هو أبتر سنة يا أبو الحسن الأشعري إن اعتقادك سهيستان يدى الوقسون يا أبو الحسن الأشعري إنه كتبت سكو عدي علو إلهي يا إنه الله كريه عرشك سكا كريه إنه تاي حق وانا كسو النقلية اعتقادك أهل السنة إقبين أهل الحديث إقبين إنه يهي وانا احتجاج أطوضي أكثر من كتاب كتبت سكمد كو عدي وركس وحياله ودري شدين وحابة كمد بقى نصوص بضان يا أدلة بضان آياتك استواق كمدهين عروجك آياتك الشيقة يا أي كمدهين تعرج الملائكة والروح إليه ثم يعرج إليه أي كمدهين قعمها أي مؤمنين تتاقيان إسرأوا قاضيان مركي الله بريان أي كمدهين أدلة أدري شذي آياتها اللفتود وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا آيات كلفت ودري شديد أبو الحسن الأشعري ودري شديد غيره من أهل العلم ودري شديد قديما وحديثا علماء كهر الرئيسي وأهل السنة وكهر الرئيي أبو الحسن الأشعري ودري شديد الحارس المحاسبي هذا ودري شديد الحارس المحاسبي بنا عمره قيب كم إذا وحو النولا قرن قال لبادي هجرقة قيب كم إذا وحو النولا قرن قال صدحاد أول كيس أنا متعاصرين أهايين واسكو عصر أهايين واسكو وقت أهايين الإمام أحمد بن حنبل هذا نوح ودري شنيا وإني لأظنه كاذبا ورك أوليها إنه كبين شيقيا أمرين يا إني تهي موسى مركو يقول إله كوريا يسق ناضي إنه ورك كبين شيقيا أمرين يا بول لكن والله صو قرينا يا بل قرق عدير يلس صوت المامر أنا أبدا بانا ساو عبري تفاصيل تقار كودنا معنا هوات المامين هذا تفسير ابن جرير الطبري يا تفسير وحوية مركا ابن كثير يا هذا إيه مركا عرما ظهر السنة ساسي إذا بيدري شجري قرق وحي لو أولي صيا وحي تهي واسيان إله موسى أصوى يقو ساسا أولي صيا لكن إنه بين شيء يعني مركا مرنا بأن موسى كورن إن الله بذاته في كل مكان بكعد إيه شيء وخوي لأي تهي إنه الله كوريه استوى على العرش يا وحوية مركا الله إنه يهي يعني مد مركا عرشي أما مخلوقاتك كورية أما في السماء سيد القرآن كما دائي قصوا أنت أحاديث وآيه قال أبو عبد الله والحارث المحاسبي وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد أنه على عرشي آية دمياء أي شيكتين أنه قد وصلها إنه لحريري ولم يقطعها أنه كقوين يعني معناك لأنه لحريري وكسي عطفي
وأن كجوين كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه سلو ججو يي هذا الكمركا والله دون يي إنه قش يقى إنه عرشه سكك الرئي وفقال ويري ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني ذو قين علمه وكل مان إنه الله أجي هاي وحلا وح عرارك كسران يوحدلك كسران فأخبر بالعلم علمه وكورما علمه إلهي أي شيء ثم أخبر أنه مع كل مناجٍ ثم أخبر أنت أدب ذو حكور رمي الله أنه مع كل مناجٍ مثل الصفقة إنه الله وهري بمعنى أحد كستبين وهري ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم عد دونها لفقه يا عد بضن يعد ير عد كستون لفقه الله إنه وهري ثم أخبر أنت أدب ذو حكور رمي الله أنه أي أن الله إنه الله مع كل مناجر مثل استوفقا يئن وهليو وعلمي سكو وهليو يوغال كيس ثم ختم الآية بالعلم كذبنا آياته وحقوق ختم علمها بقوله إن الله بكل شيء عليم الله وحول بوو علم بذيه هي وهو أقوم بذيه فبدأ بالعلم وختم بالعلم وعكبنا بعلم وحنكو ختم علمي فبين يعني أقالك إلهي عامك أي علمك إلهي عامك أبو كبلا بآيات كن ختمي فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم وهو عدي إنه الله دون أي إنه مرك أقيا هاي ماشي كسغيهم با ولا يخفون عليه الله أين كقرسومين الله أين كقرسومين ولا يخفى عليه مناجاتهم أنا الله نك قرسومين فقودوا يوحي كهذا ليان يوحي كحن شاشقيان يوحي قرصنا يان أين الله كقرسومين أي الله عدي ولو اجتمع القوم في أسفل والناظر إليهم في العلو هذا قوم كمرك إسقط تجلها ين مالهوس أي في أسفل مكان أو كسو إجلها في العلو حق سكر إسق قصو جن وكسو إجلها فقال ورن لها إني لم أزل أراكم كما بحين وان أها وأن كسرنا مذ إذا أركع يأينها وأعلم مناجاتكم وأن أجا يعني فقين يحنشاشقين يوحى إسكو قرصان إنسان إسكو رفق إنسان وأن أجا لكان الصادق عد عين كاتل هذا هدي مركز سيدا كوسي في سنته وحين قال له هاي مذ وحوي مركز رشدي ولله المثل الأعلى عن وحو تسالي مثلا عدبا وحي كسر أنت هاي وكلا فرضا وتقديرا ما له سه هدي كفق إنسان وعد فوق دير كسوغان هلكا كسو ايديش عدكودنا اسو غاريو لو ودعي كرتا قلب يو وحين مشي كخدن يهين وقلب كاس عدك تبينا حركات كودي سكنات كودي عدد كودي اشخاص تودنا واركايو هلكا كاركاي يا او دد كو يراهدو وان ادين اركاي وها كو فقيسانا وا مقلي وها كو فقيسانا وا مقلي ونقول لها ماركا مد رو شيغي درو شيغي نقول لما كذبت دوحة الطائرات يلا الصعداء فقامين تمر كيس مركب حني يعني الديار ضع عدة وضة دوحة لحجرة يسمروا ماشي مرة يسوى عم يكوب يقنت مركب صاوى حفرا وحي كوه الضيان دي مركب هدين سكحرين وين مغليان سكنوا ولا خطاب يجون ولا خطاب يان سووا كبفوا مركب دول مرايانا واحد يعكر تدين إنه أركاي إنه أركاي يعكر علاقة أركو الدقل بويني وحي نوتشرا تاسوا تصاله وبسيط ولا دونها نوعا ما ان لو قصده وي معنى لكن تشبيه ما ولله المثل الاعلى الهي وحوسغن تصالها كورينتا بدن باسوغن ولله المثل الاعلى الهي وحوسغن تصالها كورينتا بدن ايا اسغن ان يشبه الخلق خلق انه شبهه تصالها كورين بدن با او سغنو وكن زهي اجيدا وكن زهي ينزه ان يشبه الخلق قال كن زهي ان الخلق يشبه فين ابوا الا ظاهر التلاوه هذي ديدان أخرين تمرك ظاهر كذا مويان يعني هذا ظاهر كذا إني أخرين مويان هذا وحكة جديدة ويدهدان وحوية إن لهي لما عيها بآية خصوان وهو معكم أينما كنتم وقالوا أي هذا منكم دعوة بمعنى أخبر ما إنه إن معيضا أكف سرتان علم أكف سرتان أخبر ما إن أيدهدان وقالوا أي هذا منكم دعوة كانوا شيخ الشيء إذن كأهاطي خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم وحلو رانا يا هذا إلهان ظاهر كعيدا أنه عسكر النبس وحلو رانا يا هذا ظاهر كهذا أمرك تلاهدان وحكرا الله فصير يا مجره هذا ظاهر كهذا المسا عيدا يوم معناها الدون إيسان كمه الإيسان معناها الدون إيسان كمه الإيسان إلا إن الله بذاته في كل مكان بدون إيسان وهو معكم بان لي هو فيكم لما رانا
خرجوا وحي كبحيان عن قولهم أراهدوا ذي في ظاهر التلاوة تلاوة مركا يعني وحا كم مغدبس ظاهر كذا أي كو قابصدا لأن من هو مع الاثنين أو أكثر ويكلب وهليا أما عدد اللي بكبضا وهليا هو معهم معودوا هذا إلا فيهم كما دحشروا ومن كان مع الشيء كشيء وهليا معيسى هذين فقد خلا منه وكبحسية وإنه كل دحشر هذا مركا وحي مسور بيس فقد خلا منه جسمه وهذا خروج من قوله وعن غنى يا مركا ذا تدي سنك بحصنت عن الله إنه جسم أصدق يا مراتك سماها عكاه الله يا يعني مثلا هديل إلى أوقف في لهذا وحوي أنا مع فلان هل هو في ذات فلان ذا تدي هبل ميكوش له ما يا وحلقا قاضنا يا مذور بك كلاين وكبح صيام مستقل كيا أنا مذنب بك كلاك وكذشرين ده مر هديل إلى هذا وحوي معي هذا مثل ماما يسوع يعني كذشر مثل ماما يسنا الكون في الذات ما ترمى مسادي لا يلاذنا تحجة ومشرت هذا الكوضاء إن الله بذاته في كل مكان ومن كان مع الشيء فقد خال منه جسمه كل شيء لشرك هذا جسم يسوع حواء كبحسيه عقاه الله حاجة مخلوقة وإلا الله جسم اللقمة إطلاقه يهدي لها فلان مع فلان 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 مركب جديه سكوما شري ووهليا وكبحسيه وهذا خروج من قولهم كسر وها بحيتان هذا الكوضاء كبحان هذا يصير مركا ده ظاهر كأي مركا لفت إذا إقاطان يعني هذا الكود يرد بيكوت حجينا من قتل ده يجي حجك النغنس يجي حجك النغنس أيضا آية المجادلة المجادلة اللي بدو لها قرب صبي ضبط يعني قصة كبرنا لجورهم يا مركا لما العصنا أيو ومجادلة مركا لما العصنا أيو حوي الصورة ده ومجادلة ضبط يق الصورة ده ما قاعدة الله بدر وصلنا غليين. أحلم إذا ممتحنة يا ممتحنة. الله بدر الضبط واشيء. ما حسعانا سورة الممتحنة بكسر الحاء. وشيء كان لكن بعض الأشياء. مركز سورة المجادلة أيضا قصدا. ابن كثيركم حورنا يا مركز الشيخ هذا الكعلماء أي تلمامين بدأ بالعلم وختم بالعلم أي الشيخين مركز علم قال لو قلت أحمد بن حنبل لو كسر النغلي أي حورنا يا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المراد به العلم. أنا أبضني وحي صورهرين إجماع علماء إسكوا فقسيه إن معيدا لو قد علمي نقل خير واحد إجماعنا حجة شرعية حجة من الحجج الشرعية وي وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله وحده ونحن أقرب إليه أنه وقدوا أي إلى الإنسان من حبل الوريد حول مريدك وقدوني حول مريدك وقدوني لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء تنوى كتشوابية كالشيء أدوي ليس هو في الشيء شيء قديه سميت كسو قنمه هذا العتر هذا أنا أقرب إليك من فلان وحلقا قادنا إن الذاتي سكترت ما لقى ما قادنا ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد ظاهر كالتلاوة هذه اللي يقول آيات أخص كذا ظاهر كم وقتا شيء الشيء هذا مركا لقصو على اللفتي هذا كما دارنا يسوينه حول المريض كأنه كسرين، إنه كسرين هاي كما دارناس، مرك حجة أو مجرد، صاصاويد العلماء حيكون في السرية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن لقت الماما إما الملائكة وإما العلم، تفسيرك ابن كثير كأك، هروه وش جناية، اللي بعض تفسير لقوف السرية، ومرك أركان العلماء إنه حلول كباطلية هاي حسوا خلافين لبعض تفسير، ترجيح على بذلك الأرجح يا تاسي وحوي وخلاف بين أهل السنة، ليس إلا. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ساسوكلوا هذا هذا الله يري وهو الذي الله كيوي في السماء إله وفي الأرض إله يعني عرك قديه سلقع عابده عرك قديه سلقع عابده وفي الأرض إله عرك قديه سلقع عابده أي هو في السماء إله وهو في الأرض إله أي معبود فيهما عرك يرك بقديه ولقع عابده الله بمعنه رعي لم يقل في السماء إشكال كودي بشيقي يعني في السماء مؤرن ثم قطع دوينه وكقوي كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع دوينه وكقوي وفقال وأن يخسف بكم الأرض فقال وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني لبدي وإسكو طري مراد كان وحلوغتش ذا إله أهل السماء وإله أهل الأرض يعني وحوي الصمد إهل كذا وكئو إله هاي معبود كوه هاي عابدين عد الرضا وإهل كان واقي عبدي ما كعبدي بمعنى مركو ليه ولم يقول في السماء
انت كما الدين ثم قطع دين وكبقوا انت ضمبئ او حوش اذا هذا كان وو ذا حرسي هو وحكر لغي هاي هذا المركة وحوي معنيه اسكح حليه معنيه هذا الاسكح حليه النقرية وهو الذي في السماء يعني مركة قاركي هذا المركة وحوي مستقل مفيد وامه اله بلصعته اي هو في السماء اله اي معبود فيها وفي الارض اله وقصع عطفنته وقصع لصح حرسنته وقع عطفنته مركة مراد كان وحلوغة شيدا وإله أهل السماء وإله أهل الأرض أهل السماء وكي عابديان أهل الأرض وكي عابديان وذلك موجود في اللغة أسلوب كاسوك للغة وكسوك أنت تقول وحضرنا إسا فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند حلوران كرا عربيهان يعني هبل خراسان إسا كأميرة بلخ إسا كأميرة سمرقند إسا كأميرة وصدح بلد يعني انت وحوي مد والبا امير بكي وانما هو موضع واحد وانا ملك لي مركا ماشي كسوين ويخفى عليه ما وراءه ولما يسوي ديل هو مخلوق وحكدم بيانا وكقر سونانيا يسوق ماركي تي الله وحك قر سونانيا مشرو سوق كريا ايو مل والبا دال عنا يا وحا كسوغان اهل السماوات اهل الارض ايسا عابدين مركب وحو تلمام يا تصالح أنت صوقاتي معنه دوني إنه كسر دوي لكن كوع ضي فرقة أو إذا مركب الله دي وحلم بدي متشر صق وحك قرسوم يا متشر مال الباطل عنا يا مال الباطل ما ملايا وأجي هاي وهكذا فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء برسلو يا هاي مركب كي كوري أشياء دوران الشيء كقرسوم يا أنا تشرين أي وحول بأركاي وحول بأجاء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره شيء أشياء هذا كم إذا أمام مرى يانا أنه كقرسومي فهو إله فيهما عرارك يدرك بأ الله ولقع عبدايا إله بكيهي معبود فيهما إذا كان مدبرا لهما ما إذ كان قرأ بس إذا كان إذ كان إذ كان الدافعا إذ كان قرتها مدبرا لهما مدما مرى يا عرارك يدرك بأ مدما مرى يا مركو أهاضي وحيهي معبود لقع عبدايا عرارك يدرك بأ وهو على عرشه فوق كل شيء عرشه سنوى ككر يا شيء والبا كركي سكسو غيهي تعالى عن الأمثال يعني تصار يالي وحو لقمة الله هو ككر يا وكن الزهي انتهى يعني مركة هذا لك أكسو كوبي وحن نغنسا مركة وحوي انتهى إن لقصو اختصارية نغنس ساسي نغنس هذا لك النقل غندار وكسو النقلية والنقل متينة يعني مركة عجيبة ودي مركة وحوي حارث المحاسب أورانيو كتاب كيسا فهم القرآن بانو كي ألا لكن ما دام مركا وحوايا مقطع وديري هاي وحيارو كيرا يعني كل كيرا حتفي ميلا قاركود وبعض كم إذا وكوكا فطومي كتاب كنوا مطبوع وطبعات كالدوان بالا طابعي طبعات متعددة وكالدوان أيا مركا الله طابعي مركا عدي دوبا هنوي مقابلين كرتا أكثر من طبعة أيا مركا الله طابعي وحانا كم وقتا كل واجد دم بيوح على إلى هذا أشياء دي وإمام أحمد بن حنبل كل نقضيه وكل نقضي وطابت كاني بعلى إلى هذا كل مركا وحكم مغضى مركا وناقي اعتقاد أهل السنة والجماعة إنه قرقارة أي أكم مغطى ومن الشيء جاء مصوص تكرين تإلهي الشيء جاء إنه عرش جاء سككرين إنه في السماء هي إن مركا وحوي الله رمائيه تشبيه أنا لقنا فيه نصوصها قاركود ومركا وحوي يعني تشابه قصة جاء هي تشابه نسبيا وشيء ذا معناه ذو واضح ويعني تشابه نسبية ودك قارك ضي دع كرتين معنيه سكر وغير كاتو وعكو عضينا يا إن محكمات كلوا علنايو وعلى ضوء نصوص محكم كاه عرب إله الشيء يسين لقف الصرايو عن نصوص معيضة وصوقاتي ونفسري لكن إجماعي علمنا واشجعني إن قصون نقلني هذا ذكرنا وعد مراد كلوجت شيدو وواضحي إن اللوجت شيدين ذات إله ومر البقصة إنسان لوجت شيد وعدين وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات شيخ لورنشري محمد بن خفيف لورنشري وحويلي صقنا وكم ذها مشايخ ذهراء وكم ذها علماء مركا يامان شرين وحانوا مركا وحانوا ولا قرنقي يعني وحوي صدحات يقرنقي يعني أفراد أي مركا نورا معمر بانو قدو عمري سوى ديراضي عمري سوى ديراضي وحد انتي صدح بقول يكوب يتضبات انكي هجري قايو لانتي اساقا بقول كدافي بقول السنة اساقا دافي ايو مركا دنت ما اللفاتكو اللفين وحكم اذا كتابك اعتقادك اكم اذا
وعيري وقال في آخر خطبته وحكيري: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا. وحيسكوا فغضيبوري هذا الذي مهاجرين تي أنصارته، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في توحيد الله عز وجل توحيدك الله ويسكوا وافقين ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه، يما قعيد الله يصفاتك الله يقضاك يقدرك الله انت بويسكوا وافقين قولا واحدا، يعني وحيسكوا وافقين رمان يعني مركا وحوية قضاك يا أسمائه يصفاتك يا توحيدك انت بويسكوا وافقين قولا واحدا، أي مقولا واحدا هذا الكلية يسكوا وافقين، أما قالوا قولا واحدا هذا الكلية يلاهدين، وشرعا ظاهرا أي واتبعوا شرعا ظاهرا شرع مقضي الراعين، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونكوي رسولك صلى الله عليه وسلم كصور هراي أرنكاس مذكورك لصور الشيغي هذا توحيد كتاي هذا أصماد يصفات كتاي هذا قضاك يقدر كتاي، حتى قال إلى أكير النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي سنه لازمة، وذكر الحديث حديث كبو الشيغي وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو أوى محدثا، الله هن عذره إنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا شيء سود الرئي والدين كو سود الرئي كسود الرئيسية، يعني واحد الدين كو سود الرئي بدعيسته، أو أوى محدثا أما هو يوم مغنقرية محدثا مدوح سود الرئيسي مركا بدعادي إن لديه ذا أيو صنظة إن لقبص الأمر أيو بالغا قاضني لبض حديثه وسوقات. وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهي هيد كلمة الصحابة على اتفاق من إسوافق السغان من غير اختلاف أو اختلاف كمرا اختلاف متكمرا به، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم صحابتنا وكل ينفري إننا كقاضنا، يعني علم الدين كقاضنا، إذا لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات صابتنا وحيتا يسكم الخلافين إلهي بكم هات صنع أحكامتي توحيدك يوصوشي الدينك اعتقادك ومرعي يصفوين بقى هذي يسكم الخلافين أي وحيكا قصقنايين وراه كريا يطريقة كريا قصقنايين، كما اختلفوا في الفروع سيسو خلافين أحكامتا فقهك يعني أحكامتا عملي فقهك مفروع دا عملي سيسو خلافين، يعني مسا إيش فقهك سيسو خلافين عقيدة دي التوحيد كيسو خلافين يقدرك اسكم خلافين، لو ما نتش هذا فروع ده لما يسوق خلافين وحلقات الماما يا بعض كم إذا ما مسائل كم إذا حلقات الماما، وإلا مسائل شقار كذا فروع ده كم إذا دل سكوا فقصينه إجماعي وترا، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، هذا كدع لها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف يسوق خلافين أصول الدين كي التوحيد كي أسماد يا صفات كي قدرك خلاف يسكو خلافين هدي شر لها إذا نقل إلينا ولا ينصر لها ولا ينسو قورين لها كما نقل سائر الاختلاف سيلا ينسو قوري اختلافات كلا الصحابة كالعين، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر واسقنا ذي صحة ذلك الصحتان ككاسي أصحايو إنه يكو إجمع صناي وطريقة كريك قصقنا عن خاصتهم كوة خاصة علماء مركة وحوية الصحابة يو عامتهم يعني صحابة يقود يقود ددوينه الصحابة يقو علماء ذي خاصة هيدا أنا هاي ودي وحوية بعض الصحابة كم يدنا وعلماء دي أهل الفتوى واجتهاد يفتوى علم مركة يسا مركة وحان يعني إن لقفتوى ويديه كتشوابان ويهلا يعني مركة صحابة قار كودنا دي وحي مركة يهين قار مركة درجة علماء مجتهدين تأن قارسي سنين دون ذلك أي أهاين وعامة الصحابة أهاين مركا كوذا علماء أي كوذا عامة أبا أرنقاسي واكسو ناضي واكسو ناضي يعني السعطان كأرنقاسي كأصحي كسو ناضي يعني السقناطي يعني طريقة كريا كسو ناضي يعني اسخلافين وابوابتها اسخو خلافين وحي نقطة الشيء مستقر أكتو ذكاء حتى أدوا إلى يوجدين سوء قرسيين علمي قاس إلى التابعين التابعين تيسو قرسيا لهم يقر راعي بإحسان صمفال حال يكون لهين يكون راعي أي يكون صمفال يانو طريقة الصحابة سق من أي راعيا، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين وأنا السقناضي صحة ذلك كاس مركز صحيح نمديسو عند العلماء المعروفين علماء اللي يقاني أكتو ذواك السقناطي إن السدع وحوية النقل أهان التابعين تلقو قد به حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن
يعني علماء المعروفين تتابعين تأها أكتوا أرنكا سوح النقضي من مستقركة صحابين أرنكا سوح خلافين طريقة واحدة كقصونايين حتى نقلوا ذلك إلى إصورهرين قرنا بعد قرن أما علماء العميمة اللي هي علماء التابعين تي علماء كدن بيسيب لقوا عميمة أنا صادم ما في عن ليلة ذو علماء هذي تي علماء التابعين تي هذي تي علماء كدن بيسيب أرنكا سئين ومركا صحيح يهي سحديثه واستقراري وصغناضي حتى نقلوا ذلك إلى علماء أيصون نقريين أرنكاس قرنا بعد قرن قرن مغر وكذن بأي قول وقولك النقرصي لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ويس خلافك لسو خلافه يعني مركة توحيدك لسو خلافه أصمادي صفاتك يقدرك مركة وحال يعني إثباتك لسو خلافه أكتضوحها كفري ولله المنة يعني كفر أيها قالت الإمام الشافعي ولئن لله أسماء وصفات لا يسع أحدا وردها فمن ردها بعد قيام الحجة عليه كفر يا فمن ردها بعد قيام الحجة عليه كفر وتنعيم بن حماد الخزاعي أولي من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر وإنكارك الله إنكرا أيه يتشبيها مذول بين كفر طيب الشاغي مذول بين كفر طيب الشاغي وتإمام الشافعي يا أئمك لبأي الهدين خاصم القدرية بالعلم فإن قروا خصموا وإلا كفروا قرد قدرية كل الدوضة الله علمي قيس كل الدوضة أوحت الأذان أشياء إلهي أنت ندعين كهر مؤقى مسموقين فإن قروا خصموا هذي قران علمي إلهي السابقة أهي وحولب الله أؤقى خصموا دودة والغي غارب نغنيا وهي مراتبتك لقدر كان إني قران أيا كيمنس وإلا كفروا هذي قروا ويانا إنكراننا وقاربين فإن قروا خصموا وإلا كفروا مركب حط الماما يا تابعين تون إن كسر النقريين علماء ذي كده ما يسينا الساعة صايو كلا النقريين شيخ علماء ذي هركم إذا رواد أحاديث السور إن يسينا كم إذا أبو قبيل إن لورنش ران في ليان وحول أبو قبيل أخذنا علمنا عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمن أخذوا أنا قد دين كي يقوحنا كقاضي النبي التابعين تي تابعين تون وحي كقاضين صحابة دي صحابة دون وحي كقاضين بول الرسول صلى الله عليه وسلم فعمن أخذوا قرض أهل البدع يكقاتين دين كود يا يقول دين كود يكقاتين يعني وحو قرنته النورا ومن علماء السلف رودي أحاديث السور إن شرتنا كم دواها وحورن شيء أنا أكبر من دين المرجع شيء خالفتيس دينك مرجع هذا وأن كوينه هاي بورن شري وإذا مرجع هذا صواب حما شريب ركاد دين أن كوينه هاي صانو راعي عن اعتقاد يدين أن كوينه هاي ما قاضنا يبشي مركا عبارة صور وعجيب أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمن أخذوا الكيس كيتشو كما أنت والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.